ريفرس ناك. يعني ايه ريفرس ناك؟ ها؟ ناتشورال هايبوفيزيال. ناتشورال هايبوفيزيال يعني ايه؟ انت دلوقتي هتمسك كانك هتضرب رصاص. هتضرب رصاص وده مفهوم ايه؟ دول فين؟ ستامب ده فين وده؟ والاندكس فين؟ حوالين السباينس بوس. حوالين السباينس بوس. تعالي هنا بجد. ايوه ما بين السباينس بروسس والترانسفيرس بروسس عند الفاست. عند الفاست اهو بالظبط. وانت بتضغط في الدايركشن بتاعك عندك بتعمل ايه؟ اب فور تورد اي. طبعا هو نعم بالظبط. هنا الدايركشن بتاعك اهو ابورد تورد اي. في السيرفايكال برضه 45 ده ريفرس سناك. بس ريفرس سناك يناسب اللور سيرفيكال والدورسي الابر دورسي عشان يصلح الهم بالظبط. البرتبري الملا ايوه عند المكان المتاثر على تحتها صحيح مش على البرتبري نفسها. مثلا لو عندي تي 2 يبقى تحتها اشتغل على تي 3 واقول له ايه وانت بتعمل بضرب ايديا اهو من فوق واقول له ارفع دراعك وانا بضغط اقول له ارفع دراعك. ليه ده؟ ارفع دراعي بعد ال 90 ولا قبل ال 90؟ بعد ال 90 عشان السكابولا هتتحرك معاك فالجزء ده هيحصل له ايه؟ انهبيشن والالم يبدا يهدى ويبدا يجيب معاك رينج. ده في الايه؟ في الريفرس لاج. قول تاني ريفرس لاج وريها لحضراتكم على زميلكم. ده اهي تي 2 مثلا تي 3 اهو وبدات انا لازم امسكه كده حضنه عشان لو ضغطت ممكن يطلع لقدام او يلف او بتاع فلازم حضنه كويس واقول له ايه اهو انا بضغط اهو واقول له ارفع دراعك لفوق ريح تاني ارفع دراعك لفوق. بس انت كنت جبت مين قبل كده؟ جبت الاسكابولو سراسك جبت الاي سي وجبت الجلينو هيمرا بروح بقى على قوه بعد كده او عايز تعكس ممكن بس الافضل ان انت تبقى جايب من ايه؟ من البريفرال تو سنتر. من البريفرال تو سنتر وتشتغل ادي الريفرس ناك خلاص؟ طيب